أنا اسمي منال محي الدين من مصر، وأنا بعزف على آلة جميلة جدا اسمها آلة الهارب. آلة الهارب تعتبر من أقدم الآلات في التاريخ وفي الحضارات القديمة. الهارب شكلها جميل ورقيق، بيشبهوا دايما اللي بيعزفوا عليها بالملائكة. أنا بحب جدا الآلة دي وبعزف عليها من عمر طويل وكبير، وهي عشق ليا. أتمنى دايما إن أنا أشوفكم في حفلاتي وتيجوا تسمعوا آلة الهارب الجميلة دي.